إن الحمد لله، نحمدك اللهم ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك يا رب، أنت المستعان، وإننا لعظيم جودك عالة فقراء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري بتقديري، لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، أحاط بي علمه من قبل تصويري، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله على فترة من الرسل وانقطاع من الأمل، طهر الله به الأخلاق من جميع الرذائل، واستكملت به النفوس جميع الفضائل، فتح الله به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً، وأقام الله به الملة العوجاء، رفع الله قدره وأعلى الله ذكره، الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلاً لديه عظيماً في محكم التنزيل، قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن من اتقى الله وقاه، ومن توكل على الله كفاه، ومن لاذ به حفظه وحماه. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، فتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. أما بعد، يصور النبي صلى الله عليه وسلم لنا مشهدا من مشاهد يوم القيامة، يقول: وإني لبعقر حوضي، على حوضه صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، وإني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم. يدفع النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن أهل اليمن، ويقدمهم صلى الله عليه وسلم في الشرب قبل غيرهم، حتى يرفض عليهم، حتى يسيل عليهم. قال العلماء: وفي هذا كرامة لأهل اليمن في تقديمهم في الشرب قبل غيرهم، مجازاة لهم على حسن صنيعهم وعلى تقدمهم في الإسلام، يبعد الناس، يبعد النبي الناس عنهم، ويدفع الناس عنهم، كما دفعوا في الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم المكاره والشدائد والأعداء. لما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بشيء كان معه إلى أبي موسى الأشعري، قال: هم قوم هذا، في رواية: هم أهل اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم بطريق مكة قال عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب، هم خيار من في الأرض. لما نزل قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، جاء أهل اليمن، جاء أهل اليمن، قوم
نقية قلوبهم، لينة طاعتهم. الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. في يوم من الأيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيقدم عليكم غدا أقوام هم أرق قلوب للإسلام منكم. فقدم الأشعريون وفيهم أبو موسى الأشعري، فلما دنوا من المدينة جعلوا يرتجزون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. فلما أن قدموا المدينة تصافحوا، فكانوا هم أول من أحدث المصافحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. اليمن وأهل اليمن لهم مكانة عند الله وعند رسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أهل اليمن: إذا مروا بكم يسوقون نساءهم ويحملون أبناءهم على عواتقهم، فإنهم مني وأنا منهم. هم أهل شريعة وأهل إيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الملك في قريش، والقضاء في الأنصار، والأذان في الحبشة، والشرعة في اليمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي أقوام تحقرون أعمالكم إلى أعمالهم من كثرتها. قالوا: يا رسول الله، أقريش؟ قال: لا، ولكن أهل اليمن. حتى في آخر الزمان عندما يقبض الله أرواح المؤمنين قبل يوم القيامة، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. يموت من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت. اليمن أهل العلم والحكمة وأهل الفقه، وهم أهل البيان. لهم مكانة في الإسلام، ولهم مكانة عند الله وعند رسوله. خرج من اليمن خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير التابعين أيضا من اليمن. قال صلى الله عليه وسلم: خير التابعين أويس بن عامر. اليمن أرض الإسلام والإيمان، وأرض الفقه والحكمة. حلت بهم النائبات، ونزلت بهم النكبات، وتسلط عليهم عدوهم ظلما وجورا وطغيانا. خرج عليهم يضرب برهم وفاجرهم ليحقق المآرب الدنيئة، وليؤدي أدوارا مشبوهة. فوفق الله حكام الخليج، وهداهم الله إلى عاصفة الحزم التي دكت معاقل الأعداء، وبددت آمالهم، وأفشلت مخططاتهم. فالحق إذا لم تكن له قوة تحميه، فإن الحق سيضيع. لهذا قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. يقول الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. لا بد من قوة تحمي الحق، وإلا فسيضيع العالم. لا يعرف إلا منطق القوة. يا بني العرب، إنما الضعف عار، إي وربي سلوا الشعوب القوية. كم ضعيف بكى ونادى فراحت لبكاه تقهقه المدفعية. لغة النار والحديد هي الفصحى، وحظ الضعيف منها المنية. ها هي الحرب قد أشعلوها، فرحماك إلهي بالأمة العربية. لا بد من قوة تحمي الحق، ولا بد من قوة تردع الظالم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعا، وإن تلقه بالشر ينهزمي. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ردوا الحجر من حيث جاء، فإن الشر لا يدفعه إلا الشر. هؤلاء لا يعرفون الحكمة ولا يعرفون الحق، يتلونون كالأفاعي. ولا بد من قوة حازمة رادعة تردعهم. فهؤلاء أهل اليمن، هؤلاء أهل اليمن أهل الحق وأهل الإيمان. أن ننصرهم، وأن نقدم العون لهم، وأن نساعدهم، وأن نقف إلى جنبهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما لبعض أهل اليمن: قال لكم في السماء نجمها، وفي الكعبة ركنها، وفي العرب صمصامها. يعني سهيل اليماني في السماء، ويعني الركن اليماني في الكعبة، وصمصامة العرب وفارسها في الجاهلية والإسلام عمرو بن معدي كرب، الذي كان يوصف بأنه رجل بألف رجل كلهم من أهل اليمن. عمر بن الخطاب يسأل، يقول لهم: من أجود العرب؟ قالوا: حاتم. قال: من شاعرها؟ قالوا: امرؤ القيس. قال: فمن فارسها؟ قالوا: عمرو بن معدي كرب. قالوا: أي السيوف أمضى؟ قال: سيفه. قال: ذهب اليمن بالفخر كله. علينا أن نتركهم، وأن نقف إلى جنبهم، وأن نساعدهم. فالحاقدون والمنحرفون والطغاة والمجرمون تمادوا في غيهم وضلالهم، وتآمروا على بلادهم، وأرادوا أن يدمروها. ومن بعد ذلك إن لم يردعوا فسيتطاير شرهم وسيعم خطرهم. فنحمد الله سبحانه أن وفق قادتنا إلى عاصفة الحزم أعقبتها إعادة الأمل، لبيان بأن هذه الحملة، حملة عاصفة الحزم، ليس لغرض سياسي ولا لتحقيق غرض دنيوي. جاءوا بإعادة الأمل ليجلس الجميع على طاولة الحوار، ولتصل المعونات الإنسانية إلى مستحقيها. جاءت عاصفة الحزم، بعدها إعادة الأمل، ولكن هل من مستمع؟ مع الأسف الشديد قابلوا كل هذا بالإعراض، وتمادوا في غيهم وضلالهم، تعاملوا مع عدوهم ووضعوا يدهم في يده ليدكوا هذا البلد وليدمروه. ولكن الله سبحانه وتعالى هم بالمرصاد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين، وهداني وإياكم صراطه المستقيم. أو كما قال: أقول قولي هذا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله أن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال المسلمين أجمعين.
الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يتركه مع من يؤذيه أو فيما يؤذيه. يقول في حديث آخر صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، أي لا يترك نصرته. فالحمد لله رب العالمين، من هذا البلد الطيب انطلقت حملة مباركة لإمداد أهل اليمن ولمساعدتهم إلى أن يفرج الله عنهم، وهذا إن شاء الله قريب. رحماء بينهم، حملة مباركة، فقدموا لإخوانكم ومدوا يدهم ومدوا إليهم يد المساعدة. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تطرد عنه جوعا أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم من أطعم الطعام. ويقول صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر ومن يسر على مسلم ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. يقول عليه الصلاة والسلام: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني، يعني الأسير. والله تعالى في كتابه يقول: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نقدم إليهم يد العون بلا من ولا أذى، هذا هو حقهم علينا، هذا هو حق المسلم على المسلم، أن نمد لهم يد العون بلا من وبلا أذى. ورحم الله القائل: سأشكر عمراً إن تراخت منيتي، أيادي لم تمن وإن هي جلتي، فتن غير محجوب الغنى عن صديقه، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي، يرى زلتي من حيث يخفى مكانها، فكانت قذى عينيه حتى تجلتي. لا يرقى لنا دمع ولا يستقر لنا قرار حتى يفرج الله عنهم بإذن الله تعالى، وأن تنقشع هذه الظلمة، وأن يعود الحق إلى أهله، وأن يندحر الظالم، وهذا ليس ببعيد بإذن الله تبارك وتعالى. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الهداة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن القرابة والصحابة والتابعين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا ربي فرج همنا واكشف غمنا، واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اجعل لنا من أمرنا يسرا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واهدنا سواء السبيل. اللهم اشرح لنا صدورنا
ويسر لنا أمورنا، وأنزل السكينة في قلوبنا. اللهم يا رب عافي واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارزقهم فرجا وشفاء منك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأدخلنا وإياهم يوم القيامة مدخلا كريما. اللهم وفق أمير بلادنا وولي عهده لما تحب وترضى، وفقهما يا رب لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لما تحب وترضى، واجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ادحر عنا وعنهم كل شر وكل بلاء. اللهم من أرادنا والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بشر ومكر وسوء اللهم إنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره، أنت حسبنا وأنت نعم الوكيل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا، تراصوا اعتدلوا، سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.